FM. الكلمة ليك. السيناريو هو كان يحافظ عليه التركيبة باش تدخل للمجلس أكيد باش تقع معناها ربما باش تقع تو مشاورات في الأثناء إمكانية أنه معناها تحظى بثقة أغلبية مجلس نواب الشعب، أما باش تحظى بنسبة 166 اللي حظات بها حكومة الحبيب السيد في 5 فبراير 2015، أنا معناها أستبعد هذا أولا. ثانيا كان باش يقع تعديل هاته التركيبة في الأثناء في النهارين هذا. أنا باش أقول لك سيراجة هذه فضيحة كبرى، انه معناها شنو الرساله اللي باش توجهها الراي العام والاعلام والشعب التونسي ومؤسسه الدوله، انه رئيس حكومه مكلف يخرج للاعلام ويعطي تركيبه ويمشي رئيس الدوله ويصدق له عليها، ورئيس الدوله يكاتب مجلس نواب الشعب يقول له اعمل لي جلسه، ومجلس نواب الشعب يجتمع ويعمل جلسه، وفي الاثناء هاي نبدلوا بزيد بعمر ترضيه للحزب هذا او للشخص هذا والمنظمه هذه. هذه فضيحه كبرى سياسيه اخلاقيه التي لا تجوز، وباش تعطي رساله سيئه راهو من شانها تزيد تفقد ثقة المواطن في مؤسسة الدولة. كابافان الكلمة ليك.